أتوق إلى الحرية والخلاص. مشاعرك العاصفة تعتريني، تعصف بي. مدينتي تنهار وتبنى في لحظات، شظايا من هنا وهناك. الخلاص هنا، ولكنها تضيق بي كلما اتسعت، تفحلت وطغت حتى فرضت سطوتها على عالمي. تمزقت أجسادهم وتناثرت لا منطقيا، سلسلة من القمع تتوالى بدون توقف، لا وجود للقدوة، بل تضاءلت لدرجة التلاشي. من يسن القيم والمثالية؟ لماذا نسعى للكمال ولا وجود له؟ لماذا لا نتقبلنا كما نحن؟ لا يتقبلنا العالم على ما نحن عليه. أنا وئام المصري، أنا فري أرتست، بشتغل مدرس في كلية الفنون والتصميم جامعة MSA. عندي أرت جاليري اسمه إيزن أند كاميرا، أنا الأرت دايركتور بتاعته. اتخرجت من كلية فنون تطبيقية قسم زخرفة سنة 98، وخلصت الماجستير والدكتوراه بتاعتي. قعدت فترة من حياتي في البداية خالص كنت بشتغل من أول graduation، يعني كنت بشتغل painting، بس painting و drawing. And then I have been introduced للphotography وللميديا art من خلال ورش العمل اللي بيقدمها معهد جوته. لقيت عندي passion فظيع towards الphotography، and then I يعني هجرت تماما الدروينج والبينتينج. جالي حالة التحول سنة 2006، فاكرها كويس قوي. كنت واخدة في جايزة في صالون الشباب، منحة من مكتبة اسكندرية، ان انا اقعد شهر في مكتبة اسكندرية، وكانت المنحة في الدروينج. بالنسبة لي دي كانت نقلة، لانه انا قعدت حرفيا شهر قاعدة في مرسم في اسكندرية، طول النهار بشتغل من الصبح لغايه الساعه 7 بالليل تقريبا، وبعدين انزل 7 بقى انطلق على البحر على اي حته. وقتها في الشهر ده انتجت حوالي 11 لوحه. نقطه التحول انه الاول كنت وانا بشتغل تراديشنال دروينج اند بينتينج، يعني بشتغل بحاول ارى الواقعيه في تعبيريه، طبعا لمحه تعبيريه موجوده عندي من زمان، بس كانت المسيطر ان انا بحاول امتيت الواقع. يعني 2006 دي نقطة التحول، ان انا كان في المرسم ما عنديش غير توند بيبر بس، وعندي لام حبر وكوركتر وبس، وهو ده التولز اللي انا بشتغل بيها. دي كانت مرحلة الانطلاقة بالنسبة لي، ان انا ابتديت ابروتش فكرة انه انا هقدم عملي المنتهي كسكتش. يعني السكتش بتاعي كنت شايفة ان هو في قيمة تعبيرية وفي حالة انفعالية بتروح مني كل ما بقعد ازود شغل على اللوحه، كل ما احاول اوصل فيها المرحله انها تبقى واقعيه او انها تبقى كلاسيكيه. ما عمري ما قربت من كلاسيكيه قوي يعني، بس في محاوله للتقريب من الواقع يعني. وقتها قررت ان انا لا، انا اللوحه عايزه احافظ، اهم حاجه عندي هو الشحنه التعبيريه، عايزه احافظ عليها. فقررت ان انا اسيب اقدم لوحاتي وهي منتهيه كانها في صيغه سكتش. فهي دي كانت نقطة التحول، ان انا المجموعة كلها دي كانت اول مجموعة انتجها بالموضوع ده، وفي نفس الوقت في المجموعة دي I did not plan, I did not do sketches. من 2006 I start كل لوحاتي بستارت او ببتدي الرحلة مع سطح العمل. It's some kind of حوار ما بيني وما بين اللوحة، وبقعد اشتغل فيها لغاية لما احس كده خلاص I'm done. بس ربما المعرض ده فيه بيسز بالنسبه لي كانت شويه فارقه، يعني بالنسبه لي ممكن بقت فيه نقله شويه، ممكن تفتح لي سكه تانية جديده. ابتديت لاول مره اعمل كولاج من الدروينجز بتاعتي، يعني انا برسم على لوحه وبعدين اقصها والزقها على لوحه تانية and then to rework on it. بالنسبه لي ده كان حاجه جديده خالص. حوالي تقريبا في المعرض ده عملت تقريبا 3 أو 4 اعمال بالكونسبت ده، مش عارفه ليه، بس I'm not interested الا بالobese female body. تمام. and then لو رسمت راجل هتلاقيه في حاله انتقاميه شويه، معرفش ليه، برغم ان الاوبيز يبدو ان هو اجلي، بس I don't feel it ugly in my paintings or my drawings. I don't feel it ugly. بالعكس انا I want to beautify the, I want to have acceptance للاوبيز. الاوبيز مش كاوبيز، مش كتخن، الاوبيز كفكره قبول احنا ايه، يعني سلوكا، طبيعه جسديه. ربما هو ده الدوميننت عندي وانا بشتغل، ان انا طول الوقت عايزه انفورس وافرض فكره الفيميل
على سطح اللوحة والفيميل بضخامتها بالفيميل بقوة التحمل. I'm interested للورق اللي هو فيه ورق الرسم البياني اللي هو في حالة النظامية دي وفي حالة التون الورم ده، معرفش ليه ولكن بحب ان انا معرفش ممكن بانفورس الاورجانيك لاينز اوفر اللي هو الريثماتيك لاينز دي. بيسكلي انا بشتغل اللي هو الورق على الورق واقلام الاقلام الحبر مع الرصاص او الفحم والاكريليك. وبعدين I started specifically من اللوحة اللي ورا دي اللي وراكي على طول، ابتديت أعمل تخانة للون الأكريليك، ابتديت أضيف عليه رمل وجلو، وابتديت أبقى بقيت عايزة أحس بالتكتشر بتاع ضربة الفرشة. هو هتلاقي هنا بالنسبة لي دي كانت البداية، كانت تعتبر أنها يعني تخينة، بس دلوقتي بلاقيه أنها فلات، بلاقي أن أنا ممكن الجديد بقى أكثر دسامة، especially اللوحة اللي هنا أو اللوحة اللي هنا هتلاقي فيها ضربة الفرشة، فيها يعني فيها لون، فيها تكتشر متحمل. بالنسبة لي الرسم أو البينتينج هو نوع من أنواع الهيلينج، أنا بستشفى بالرسم.